أهلا بكم في هذا الفيديو المباشر عبر الفيسبوك لمواصلة التطرق إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بقضية الفساد في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كثيرون يتحدثون أو يقولون لماذا التركيز فقط على الفساد في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأنا أقول بأنه أنا أتحدث عن مرفق أعرفه جيدا وعن أشخاص أعرفهم جيدا. ممكن إن شاء الله لما تتوسع دائرة المشاهدة والمتابعة والتطرق إلى الملفات بشكل دقيق، لأن لا يمكن الإنسان أن يتحدث الإنسان عن مرفق لا يعرفه بشكل جيد، ولا يمكن أن يتحدث عن ملفات لا يعرفها بالقدر الكافي من الاطلاع. هذه الليلة كما قلنا سنخصصه حدث استقبال الملك لفاطمة البارودي في ذكرى عيد الشباب كمؤلفة لكتاب اسمه الإعلام الفضائي العربي بين الحراك ورهانات الاستقرار. وقلنا بأن هذا المؤلف هو ليس فقط أو ليس سوى دبلوم الدكتوراه الذي حصلت عليه فاطمة البارودي في 27 مايو 2015، وأردنا التوسع في هذا الحدث بالضبط. يعني المعروف بأن فاطمة البارودي منذ تخرجها من المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط التحقت بالإذاعة والتلفزة المغربية قبل أن تتحول إلى الشركة، وأمضت ما بين 2004 و2011 موظفة شبح. في تلك الفترة من بين الأعمال اللي كانت تقوم بها خارج المؤسسة هي تقديم دروس في الجامعة، يعني كمحاضرة خصوصا منطقة سطات بالتحديد، وكانت أعتذر يعني هناك انقطاعات متواصلة في هذا البث، ولكن سنستمر. إذا كما قلت فاطمة البارودي كانت تقدم نفسها على أنها أستاذة محاضرة في بعض الجامعات، ولم تكن آنذاك تتوفر إلا على الماستر، أي أنها قامت بدراسة الماستر لاحقا، واللي كان في صيغة دبلوم الدراسات العليا، وتسجلت في الدكتوراه. لكن من 2011 إلى 2015 تاريخ مناقشتها للدكتوراه، كيف لمسؤولة تدير مديرية للأخبار، أين لها الوقت لإنجاز هذه الدكتوراه؟ وأنا أشكك في أنها ليست من كتبت هذه الرسالة، ونحن نعرف كواليس ما يجري في الجامعة، ونعرف بأنه هناك بعض حاملي الدكتوراه الذين يكلفون أشخاص مقابل المال من أجل تحرير رسائل الدكتوراه. وهنا يعني لا أطعن في اللجنة التي ناقشت الدكتوراه، دكتورة فاطمة البارودي في الإعلام الفضائي العربي بين الحراك ورهانات الاستقرار، ولكن أطرح أسئلة: لماذا وجود أستاذين من ضمن لجنة التحكيم كضيوف يتكرر وجودهم في النشرات الإخبارية أو في البرامج الإخبارية؟ ولماذا حضر فيصل العريشي شخصيا إلى حفل التخرج في 2015؟ ولماذا قام يعني بمعانقة فاطمة البارودي في حفل التخرج؟ ولماذا لم يحضر حفلات تخرج بقية المسؤولين الذين حازوا على يا إما الماستر أو شهادة الدكتوراه؟ هناك علامات استفهام، وهذا يعود بنا إلى تلك العلاقة القائمة على الكولسة بين فيصل العريشي وفاطمة البارودي وإدريس الإدريسي مدير ديوان فيصل العريشي وزوج فاطمة البارودي محمد الداودي، والذين يشتغلون في إطار هذه المعركة بشكل ملتحم، يعني أنهم هم كأشخاص يضعون يمكن أن نسميه غرفة عمليات من أجل محاربة ما ينشر عنهم من فساد،
وما يثار من ملاحظات حول أدائهم داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وإذا لاحظت أنه قمنا بنشر مقال صحفي لموقع برلمانكم اللي هو الموقع الوحيد الذي نشر عن دكتوراه فاطمة البارودي، يعني لم ينشر أي موقع إلكتروني في المغرب خبر مناقشة فاطمة البارودي في 27 مايو 2015 إلا موقع محمد خباشي. ومحمد خباشي اللي هو الصهر السابق لمحمد ياسين المنصوري هو نفس الشخص اللي رفع دعوين قضائيتين ضد جريدة راد نيوز، الأولى يطالب فيها ب 20 مليون سنتيم والثانية 30 مليون سنتيم. هو نفس الشخص اللي بعث لي استدعاء للمحكمة إلى حي النوادر في قليميم عن طريق مجهولين، ليس عن طريق مفوضين قضائيين كما تشتغل العصابات. وموقع خباشي هو نفسه أيضا الذي نشر شريط فيديو الزفزافي عاريا، وتم استدعاء مدير النشر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورفض الإجابة على مصدر الفيديو. إذن هناك عصابة تشتغل، هذه العصابة لا تطالها المتابعة ولا السجن ولا ويعني يعني ورغم ذلك تتم فبركة الاستقبال الملكي. يعني من اشتغل على أن تكون فاطمة البارودي في ضمن الشخصيات التي سيستقبلها الملك في ذكرى عيد الشباب، هذا يعني أن الأمر فيه ما فيه، وأن فعلا هناك ضغط كبير على هذه الشخصية وعلى فيصل العريشي، لأن الكواليس والمعلومات التي أتوفر عليها تفيد أن فيصل العريشي لعب دورا كبيرا في وضع فاطمة البارودي في لائحة الشخصيات التي سيستقبلها الملك، وأن من ساعدها في ذلك أيضا هو زوجها محمد الداودي الذي يشغل مدير الأنشطة الملكية في الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة، واعتمد على علاقاته مع عدة شخصيات في القصر الملكي حتى توضع فاطمة البارودي ضمن الشخصيات التي سيستقبلها الملك. وتم أيضا يعني البحث على دكتوراه فاطمة البارودي التي ليست سوى دكتوراه وليست مؤلفا اشتغلت عليه فاطمة البارودي وحررته وكان من ضمن يعني المؤلفات، أو على الأقل إذا ما قورن بالشخصيات التي استقبلت وبغزارة إنتاجها وقيمتها المعرفية والثقافية، فإن بولا شاسعا بين فاطمة البارودي وتلك الشخصيات التي استقبلها الملك. لكن هناك من يعتقد على أن ربح المعركة هو بمواصلة الكذب على الناس وعلى الشعب واستحمار الشعب وجعله يعني هكذا بليدا، وتمرير مثل هذه الأشياء على عينك ابن عدي كيف ما يقال، لأن من المفترض أن الشخصيات التي سيستقبلها الملك في هذه الفترة وطبيعة الحدث أي أنها شخصيات لها وزن ولها قيمة معرفية وثقافية، فاطمة البارودي بعيدة عن هذا المستوى. لكن هناك من يصر على أن يقول لنا بأنه كل من انتقدتم شخصا وكلما أعطيتم ملاحظات عن فاطمة البارودي فإننا سنقوم بوضعها في مرتبة أحسن من التي فيها اليوم. وهذا الذي فعل أيضا مع فيصل العريشي حينما أكثرنا من المقالات المنتقدة لفساده في الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة كواحد من أذناب القصر الملكي، فتمت يعني تمديد ولايته على رأس الجامعة الملكية المغربية للتنس، وتم أيضا إضافة إليه منصب آخر اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية، مع الاستمرار أيضا في الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة. وكما قالت إحدى التدوينات لشخص من ضحايا فيصل العريشي الذي قال بأن مجموع رواتب كل هذه المناصب هي 22 مليون سنتيم في الشهر يأخذها فيصل العريشي دون أن يقدم نتيجة لهذا المغرب الذي يدافع عنه البعض
والذي يحاول أن يلصق إلينا كثير من التهم ويتهمنا بالانفصال والتخوين ومن تلك التهم التي أكل عليها الدهر وشرب. فإحنا اليوم أمام مزيد من الاستحمار للشعب المغربي، وأمام مزيد من استعراض العضلات على أن القصر الملكي ممكن أن يستقبل من هب ودب، وممكن أن يعطي الأوسمة لمن هب ودب، وممكن أن يكرم من هب ودب، وخاصة الذين يسيئون إلى الوطن. يعني ليس الأشخاص الذين يقدمون خدمة إلى هذا الوطن أو يحاربون الفساد، العكس، من يسيئون إلى الوطن ويسيئون للمؤسسات. وأنا أريد أن أطرح سؤال على فاطمة البارودي بعد مجيئك إلى مديرية الأخبار في 2011 إلى حدود الآن، يعني حوالي 7 سنوات وإحنا ماشيين في السنة الثامنة، ماذا قدمت للأخبار كأنت كمسؤولة في 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 المديرية؟ هل هناك نسب مشاهدة؟ هل هناك أصوات استطعت أن تضعيها في هذه النشرات؟ هل حسنت من صورة النشرات الإخبارية؟ هل بغض النظر عن ما هو تقني، لأن ما هو تقني ممكن أن يشترى بالأموال، لكن العنصر البشري، جئت بابنة جنرال وكنت ستضعينها كمقدمة للنشرة الإخبارية، ولولا أننا فضحنا هذا الأمر لكنت قد وضعت هذه السيدة في مقابل أن ابنتك أيضا تشتغل في الحرس الملكي. يعني اعطيني نعطيك، يعني دخل لي بنتك نتهلا لك في بنتي أيضا اللي كان في الحرس الملكي. هذا هو المنطق الذي تشتغل به المؤسسات. وحينما نطالب بحقوقنا البسيطة، حقوقنا، وأنا نقولها لك ونكررها، أنا حقوقي سأحصل عليها شئت أما بيتي، استقبلك الملك أو لا يستقبلك الملك، أو حتى إلا بغيتي تفوتي الملك من اللي يستقبلوك، يعني حتى يوقف معك العريشي ويرفعك ويستقبلك أكثر من الملك، لكن أنا حقوقي لن تسقط، وحقوقي سأحصل عليها بالسنتيم ومع رد الاعتبار بالطريقة اللي بغيتي، لأنني أنا كنت أشتغل في تلك المؤسسة وأحترم عملي داخل تلك المؤسسة. وإذا كانت قدرتكم على الكولسة وقدرتكم على صنع التوشيحات والتوسيمات ونفخ أسمائكم فإنها ليست فقط مجرد بالونات ممكن أن نضع فيها إبرة واحدة وتنتهي قصتك، لأنه ممكن بعد هذا الاستقبال تصبحين في خبر كان. فاليوم السؤال المطروح، أين نحن من المؤسسات التي نتحدث عنها؟ وأين نحن من الديمقراطية والحق الذي تطبلون له كل مساء؟ أين أنتم من 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 الكلام الذي قيل في الريف، هل أنتم عصابة أم حكومة؟ وأنا أجد أنه أفضل شيء مناسب لكم هو أنكم عصابة ولستم أشخاص مشرفين على مؤسسة تابعة للدولة. لماذا تصرون على إنزال هذا المستوى أو إنزال تلك المؤسسة إلى هذا المستوى المتدني؟ لماذا تضعون أنفسكم في هذه المواقف؟ لماذا يا فيصل العريشي تبحث قبل سنوات حينما اشتدت عليك المعركة في 2014 عن تكريم في تطوان مصطنع، لأنه سابق أن يكرم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية إذاعة والتلفزة في أي من التظاهرات على المستوى الوطني، فسعيت أنت من أجل أن تجعل نفسك مكرما في تطوان من أجل أن تقول بأنك على صواب وبأنك يعني تسير في الاتجاه الصحيح. أنت لا تسير في الاتجاه الصحيح، و يعني خططكم الفاشلة لتلميع صوركم أمام الرأي العام إنما تكشف بأنكم في موضع قوة، لأنكم لو كنتم لا تبالون بهذه المعركة ولا تبالون بكل ما يقال عنكم وما يكتب عنكم لا واصلتم المسير دون أن تنتبهوا لذلك. لكن نجاحنا هو أن نجعلكم تعيشون معنا هذه المعركة وتحاولون أن تدافعوا عن أنفسكم بهذه الطرق الملتوية والاستنجاد بالقصر من أجل إظهار أنكم فعلا أصحاب حظوة وأن الجميع راضي عنكم وعن إنتاجاتكم. لكن في النهاية المعروف لدى الرأي العام
على أنكم فشلتم في إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نجحتم في نفخ أرصدتكم، نجحتم في أنكم تتحولون من أناس بسطاء جدا إلى مالكي الملايين في حساباتكم البنكية، ولكن رصيدكم المعرفي والثقافي والمهني ضعيف جدا إلى درجة أنكم أصبحتم تبحثون عن أي تكريم وعن أي مناسبة من أجل أن تظهروا للرأي العام على أنكم فعلا في المستوى المطلوب. لكن علمنا بأن تسخيركم للاستقبال الملكي في ذكرى عيد الشباب يعني أنكم منهزمون وأنكم مرتبكون كما هو المخزن مرتبك في الحسيمة، وكما هو لا يعرف كيف يخرج من هذه الورطة. فقط أردت أن أذكر بهذا الموضوع وأدقق كذلك في أنه هذه الفيديوهات المباشرة التي بدأناها والتي نجحت بحمد الله في حصد نسب مشاهدة مهمة، فيديو كريم السباعي وصل إلى 27,000 مشاهدة في اليوتيوب، وهو رقم قياسي بالنسبة للفيديوهات التي أنشرها عبر اليوتيوب. هناك أيضا فيديو الخاص بفاطمة البارودي ومحمد الداودي، وهو أيضا يعني وصل إلى 27,000 مشاهدة. لماذا؟ لأن فيه معطيات خطيرة تتعلق بأن فاطمة البارودي دائما تؤكد أنها أتت من القصر الملكي، وبأن مربية الملك محمد السادس الإسبانية الجنسية هي من وضعتها في هذا المكان، وجاء الاستقبال الملكي ليؤكد صحة هذه المعلومات وصحة أن هناك أشخاص لا يملكون أي رصيد يؤهلهم للوصول إلى المسؤولية إلا إذا استنجدوا بأسيادهم من أجل أن يسطوا على المال العام وأن يتحكموا في المؤسسة. ورصيدك داخل هيئة التحرير معروف، أبعدت حسن القواتلي الذي معروف بكفاءته هو ابن مدينة كليميم، والذي كان يعني شخصا قويا داخل هيئة التحرير، أبعدته والآن هو مهمش في قناة المغربية. تسببت أيضا في إبعاد زوجته رحمة عياش إلى قناة السادسة. طردت قبل ذلك بطريقة أو بأخرى حفيظ الهواري وذهب إلى قناة السادسة، والبقية معروفة، يعني حتى الأشخاص اللي لم يستطيعوا مجاراة عنفك المستمر داخل هيئة التحرير، يا إما قمت بحد نشاطهم داخل المديرية، وإما أنك استفزيتهم ولقيتنا بأنه راهم وبأن ساندناهم، كما وقع لنادية المثن حينما حذفتها من قائمة مقدمات الأخبار ونشرنا الخبر ووضعناك في وضع محرج، واضطررناك إلى إعادتها إلى النشرات، ولا هي لا زالت اليوم مستمرة في النشرات، ولكن كانت بجرد قلم كانت ستجد نفسها في الهامش، بل وجدت نفسها في الهامش لمدة شهر وعادت بسبب المقالات التي نشرناها وبكشف الحقيقة التي نستطيع أن نتوصل إليها من محيطك ومن محيط الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة ومن العيون التي تشتغل معنا والتي لا تستطيع أن تفصح عن نفسها لأنها تخاف من بطش الإدارة التي بطشت بصحفيين وبأشخاص آخرين داخل مديرية الأخبار. فلا يعني لا تتفاجئي بكم التعاطف من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع الفيديوهات التي نشرنا، وكيف أن أشخاصا أصبحوا مستعدين لتقديم المعلومة والمساعدة من داخل الشركة من أجل تحطيم ذلك الكيان الذي بني على الباطل. يكفي أنه حسب المعلومات اللي توصلت بها أنه فيصل العريشي أنفق 100 مليون سنتيم على نظام جي بي اس، 100 مليون سنتيم من أجل شراء نظام جي بي اس، وهذا النظام لا يسري على كل سيارات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فقط على المساكين من الموظفين والموظفات. وأكبر دليل هو مدير قناة العيون الجهوية الذي يقيم بين القنيطرة والدار البيضاء وأكادير، وهو بالضرورة يجب أن يكون في مدينة العيون، ويجب أن يكون أو تكون سيارته تحمل الجي بي اس من أجل
ضبط تحركاته ومعرفة هل يستحق فعلا عائدات أو تعويضات التنقل. لكن لأغضب شخص فوق القانون والبسطاء مساكين هم الذين تحت نظام الجي بي اس. هناك أيضا 480 مليون سنتيم قيمة صفقة البوانتاج، وهذه الصفقة التي كررت أكثر من مرة ولم تنجح. يعني كيف ينفق فيصل العريشي 480 مليون سنتيم على صفقة البوانتاج؟ من أجل لماذا؟ لماذا غير بوانتها والناس اللي يشتغلوا عملهم معروف وواضح ولا يحتاج إلى هذه الصفقة؟ لكن عارفين بأن وراء ذلك أظرفة تسلم أو تسلمونها من الناس اللي اشتريتوا من عندهم البوانتاج، نظام البوانتاج. هناك أيضا 240 مليون سنتيم هي صفقة أيضا كاميرات المراقبة. 240 مليون سنتيم أنفقت في صفقة كاميرات المراقبة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. لماذا بغيتوا تراقبوا الناس داخل الشركة؟ نورمالمون هذوك الكاميرات، كاميرات المراقبة، يجب أن تكون من أجل مراقبة الأرشيف ومراقبة المرافق، وليس مراقبة الأشخاص داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. لكن قمتم بإنفاق هذه الصفقة من أجل مراقبة الأشخاص وتحركات الأشخاص، وضربتوا بعرض الحائط الحرية الشخصية للأشخاص داخل الإذاعة والتلفزة. لكن حتى هم يستاهلوا، لأنهم قبلوا هذا الأمر وكان عليهم أن ينتفضوا ضد هذه الإجراءات اللي تضيق على الأشخاص وتحد من حريتهم داخل الإذاعة والتلفزة، لأن هذه عادة كوميسارية ديال الأمن أو عادة جهاز مخابرات وليس إذاعة وتلفزة تمارس الصحافة والإعلام. هذه الصفقات كلها هناك معلومات مؤكدة على أن فيصل العريشي عنده نصيب في كل هذه الصفقات. 100 مليون سنتيم، 480 مليون سنتيم، و 240 مليون سنتيم. وهذا الذي خلى فيصل العريشي أنه يحاول يحول الإذاعة والتلفزة إلى شركة حتى يسهل تمرير الصفقات ووضع البرامج لسرقة المال العام بطريقة كيف يقول هو قانونية. حتى أنه بعض المدراء اللي خلاهم في هذه المؤسسة، ومن ضمنهم مديرة قناة الرابعة ماريا لطيفي اللي سنعود لاحقا عبر فيديو خاص بكيف أنها ذهبت إلى فيصل العريشي تبكي دموعا من أجل أن تبقى في المنصب، مقابل أنها توقع له كما فعلت في السنوات الماضية على الصفقات وإعادة البرامج وتدوير البرامج بطريقة ذكية من أجل اختلاس الميزانية. فقبل أن أغلق نقطة فساد فيصل العريشي وفاطمة البارودي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيما يتعلق بالاستقبال الملكي في يوم عيد العرش، نبغي نأكد على أنه سنستمر في تتبع حركاتهم وفشلهم في إدارة هذه المعركة. ويكفي إذا عدتم إلى التصريح الذي بث في نشرة أول أمس للضيوف الذين استقبلهم الملك، كيف أن فاطمة الباردي خصصت لنفسها دقيقة ونصف في نشرتها الإخبارية اللي في ملكها واللي وقعت لها ليها الدولة المغربية باش تعود في ملكها، يعني تتصرف في مديرية أخبار وفي نشرات الأخبار تضع نفسها، وهذه سابقة حتى سيتايل المعروفة بشخصيتها وبقوة نفوذها لا تضع نفسها في مثل هذه المواقف، يعني لا تترك حتى المجال للانتقاد في مثل هذه المواقف. لكن فاطمة البارودي تضع لنفسها دقيقة ونصف النشرة، بينما الضيوف الآخرين تعطيهم 30 ثانية أو 40 ثانية، وهذه من الكواليس اللي نعرفوها داخل الإذاعة والتلفزة. فبغينا ننتقل لموضوع آخر هو أيضا يكشف حجم الفساد في شركة فيصل العريشي، وهو محاولة لاستقطاب الصحفيين الذين يكشفون عيوبه أو عيوب تسيره للمؤسسة في السنوات الماضية في المقالات المرتبطة بالصحافة المكتوبة. وهو قد نجح حتى الآن
في استقطاب 4 صحفيات من جريدة الصباح، غالبيتهم كانوا يكتبون عن الإذاعة والتلفزيون، وآخرهم أمينة كندي اللي زوجها يشتغل في قناة السادسة، قناة الأمازيغية، وكما تقول المعلومات الواردة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أنه زوجها هو صديق سعد أشبور، اللي الآن يتسلق درجة أو سلم الشركة من أجل الوصول إلى منصب مدير الموارد البشرية خلفاً لزكريا حشلاف، اللي يقال أيضاً بأنه تعرض للإقالة، لكن لا زال هناك صمت على هذا الموضوع، بل أنه العريشي قال بأنه مستعد للإتيان بشخص آخر كفء بالنسبة له حتى من خارج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، ولو يعطيه راتب ل7 ملايين سنتيم. وهذا آخر المعلومات الواردة من الشركة، تقول بأن فيصل العريشي قال ممكن يعطي 7 ملايين لأي شخص كفء من خارج الإذاعة والتلفزة حتى يكون مدير الموارد البشرية. فهذه قمة العبث والاستبداد والسلطوية اللي تعلمها في 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 دار لالا أمينة، هو الآن يجربها وينفذها في أبناء الشعب عن طريق مؤسسة للشعب، أو من المفترض أنها تكون للشعب ويكون برامجها أيضا موجهة للشعب. فكيف ما قلنا بأنه العريشي استطاع أنه يأتي ب4 صحفيات إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وآخرهم أمينة كندي اللي كتبت مقالين صحفيين عن سعد أشبور، آخرهم كان أول البارح. هذا هو المقابل أنها تأتي إلى الإذاعة والتلفزة وتصبح صحفية في الإذاعة والتلفزة. لكن أنا مع احترامي للزميلات والزملاء الذين يأتون من الصحافة المكتوبة، أنا نقول لفيصل العريشي إذا كنت فعلا حريص على أن تأتي بطاقات وكفاءات إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لماذا تحارب الأشخاص الناجحين والذين يشهد المغرب على كفاءتهم في مجال السمع البصري؟ لماذا تأتي بأشخاص يمضون السنوات والسنوات ولا يظهر أي رصيد لهم إعلاميا؟ ونتحداك تعطيني من الأسماء، أعطيني اسم من الأسماء الذي تطور في تلك السنوات، أو تطور في 2 أو 3 سنوات أو حتى في 10 سنوات وأعطى شيء الكثير للإذاعة والتلفزيون. لا شيء. أنت تأتي بأشخاص حينما يزعجوك في الصحافة المكتوبة لا تجد طريقة للوصول إليهم إلا عن طريق استقطابهم ووضع مباريات على المقاس وتفاهموا في الكواليس وتأتون بهم ويمررون الشفوي والكتابي والنجاح مضمون ويشتغلون ويأخذون راتب ويغلقون أفواههم ويجمدون أقلامهم ويصبحون تابعين لهذه المملكة التي يسميها مملكة العريشي، وفي النهاية لا تحصدون أي شيء، تحصدون فعلا الأموال إلى أرصدتكم البنكية، ولكن لا تحصدون أي شيء بالنسبة لهذه المؤسسة التي أعدمتموها بطرقكم الملتوية وبكولستكم وباشتغالكم بطريقة العصابات وليس بطريقة الإدارات التي تحترم نفسها. فهنا حينما تحدثنا عن هذا الموضوع ما تحدثنا منتقدين لزميلاتنا ولا لزملائنا. أمينة كندي تعرفني شخصيا ونشكرها على اهتمامها بقضيتي واهتمامها بمسار الإعلامي حينما أجرت معي الحوار، لكن حينما يجب أن أقول الحقيقة يجب أن أقولها حتى ولو في نفسي. الإتيان إلى الإذاعة والتلفزة بهذه الطرق لا يدل إلا على وفاة شيء اسمه المروءة وشيء اسمه ماء الوجه، أي أن أي صحفي يأتي بهذه الطريقة فإنه يدفن نفسه إلى النهاية ولن يستطيع أن يمارس شخصيته ولا طريقته، لأنه الاشتغال في الصباح ليس هو الاشتغال في الإذاعة والتلفزة. فلذلك لماذا تسير هذه المؤسسات بهذه الطرق العشوائية وهذا التسيب وهذه الدكتاتورية التي لم تكن حتى في عهد وزارة الداخلية في الإذاعة والتلفزة؟ لماذا فيصل العريشي يفعل ما يشاء في هذه المؤسسة
ويقدم حتى للملك من يريد ويقصي من يريد. لماذا هذا فيصل العريشي الذي منذ 1999 وهو قابع في مكانه لم يأتي بأي جديد للشركة الوطنية للدعوة والتلفزة إلا الصفقات والميزانيات ونفخ الحسابات البنكية وتعيين جيش من المدراء يتقاضى 57 ألف درهم فما فوق فما تحت؟ فأين نعيش؟ يعني هل نعيش في زريبة؟ هل نعيش في مؤسسة؟ هل نعيش في دولة؟ يعني تأتي بعض الأصوات بكل وقاحة وتقول بأنه نحن أفضل من الدول الأخرى وأن لدينا مؤسسات وأنكم فقط تريدون أن تقولوا شيء مخالف للحقيقة، لكن الحقيقة معروفة. الحقيقة معروفة ومعروف بأنه الفساد ضارب أطنابه في المؤسسات، ولا أحد ينكر ذلك على الأقل على مستوى اللاوعي، لكنه يرفض أن يقوله بشكل صريح. لكن إحنا الحمد لله نقوله بكل صراحة. وأمينة كندي تتذكر بأنها حينما أجرت معي مقال صحفي وأنا داخل مديرية الأخبار قلت بأنه الأخبار تصنع بشكل رديء، في مقابل أنه هناك أيضا مقال صحفي في نفس الصفحة لفاطمة البارودي تمجد الأخبار وتقول بأنها أتت بصحافة القرب وأنها نجحت في إنجاز 300 تقرير إخباري في السنة. وهذا كذب، كذب على النفس قبل أن يكون كذب على الآخر، لأن الجميع يعرف ماذا تصنع الإذاعة والتلفزة وماذا تصنع نشرات الأخبار الآن التي تغيب المواضيع الحقيقية وصحافة القرب وتتجه إلى الشلالات في إفران وصور نهاية الجريدة، وهذه إفران اللي كل مرة تتكرر، والجانب الاقتصادي والرياضي والثقافي، وكأنه يعني عندنا مديرية أخبار فعلا حقيقية وإحنا ما عندنا إلا الكذب على أنفسنا. فنتمنى نكون أجبت على يعني كثير من المواضيع. الفنانة الحبيبة البصراوي تتحدث عن الخباشي. الخباشي يعني كان أنتم يعني الممثلين الصحراويين كنتم ضحايا، لكن رغم ذلك لم تتكاثفوا بالطريقة المطلوبة من أجل على الأقل معاقبة هذا الشخص الذي أتى لسرقة ملايين السنتيمات من ميزانية قناة العيون في رمضان ما قبل الماضي والما قبل ما قبل الماضي. ويكفي أنه خباشي حصل على 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 مسلسل أو برنامج من 10 حلقات كل حلقة فيها 52 دقيقة، وحصل على ميزانية 35 مليون سنتيم لكل حلقة، أي 350 مليون سنتيم لهذا البرنامج اللي من 10 حلقات واللي لا تكلف ولا يكلف إنتاج كل حلقة منه يمكن 5 ملايين على أكثر تقدير، 5 ملايين سنتيم، و30 مليون تمشي لجيبه ولجيب مدير قناة العيون الأغضف، والعريشي حتى هو عنده نصيب. يعني هذا هو الاستبداد بعينه. بغيت نتفاعل مع أسئلتكم. طبعا كيف قال الأخ ياسين حصور، مغرب الريع موجود في كل مكان. الأخوان شكرا جزيلا لكم، تانيرت الله ينصرنا جميعا. أخ عزيز صنيبة وفقك الله وفقنا جميعا إن شاء الله. تحياتي للأخ سعيد لوساج، تحية متبادلة. أنا الحمد لله يعني بوجه مكشوف ممكن أن نتحدث عن، لأن الحمد لله ما لم أشارك لا في سرقات المال العام ولا في الحصول على امتيازات ولا شيء. أنا إنسان طموح اشتغل داخل إذاعة وتلفزة سنوات، كافحت، بديت برواتب يمكن ما يبدأ بها حتى عامل نظافة في مكان مع احترامي لعمال النظافة، ورغم ذلك صمت وصبرت 14 عام. وبعد ذلك تأتي عصابة من العصابات اللي تشتغل في المؤسسات العمومية وتطردك في واضحة النهار، وتعطي تعليمات للقضاء حتى لا ينصفك، وتعطي تعليمات للأمن حتى لا ينصفك، وتجد نفسك في
دوامة من المشاكل، وتكتب عنك المقالات الصحفية، بوليزاريو، الجزائر، والكذبة، ذيك الكذبة اللي لا تنفع صاحبها طويلا، ولكن في الآن يعني ننتصر الحق. أهلا بك أخوي عبد ربه، وفقك الله. شكرا للأخ عز الدين الريع سريع. يعني طبعا أخ سيمو براد، خلفية الإجرام، وصلنا لدرجة كبيرة من الإجرام. تحية الفنان الحبيب البصراوي، تحية الأخ سفياني الريفي من طنجة، تحية الأخ محمد الفلالي أيضا. نحييكم جميعا، لأنه أنا لا أصارع من أجل الخبز كيف ما يقولوا، أو كنت نرضع ثدي الريع والامتيازات. العكس، أنا إنسان اشتغل بكرامة في المؤسسة، ما كان واحد يقد يشير لي بصبعه يقول بأنني نعدل شيء غير قانوني. إنسان الحمد لله منسجم مع نفسي، كلمة الحق نقولها ولو في نفسي، ولو نأدي عليها الثمن. والجبناء راهم يعيشوا في الوضع اللي صنعوه بأنفسهم. لا يغير الله نفسا إلا، لا يغير الله ما بأنفسكم إلا حتى، لا يغير الله قوما إلا، عفوا يعني، لا يغير الله وضعا إلا إذا غيرتم أنفسكم بأنفسكم. لأنه لن تنتظروا أن التغيير يجيكم من السماء، فيجب أن تكونوا يعني مستطيعين أنكم تدافعوا عن حقوقكم وأنكم تغيروا الوضع. لأنه الأعداء راهم دائما جبناء، يعني ليسوا بتلك القوة. أخ بوهلال، هذا استطيع المغرب. طبعا لن أعود للمغرب، ولن أستطيع العودة للمغرب، لأن حياتي في خطر، ليس فقط من طرف عصابة دار البريهي اللي قفلت سنوات ونصف، هم تابعيني في كل مكان ومجندين الشوافر والصحراويين وغير الصحراويين، لن أستطيع. ولكن ليحفظه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتمنى نكون أجبت على كثير من تساؤلكم. 37 دقيقة معاكم مرت بسرعة، وإن شاء الله نوعدكم أنه دائما سنكون في مواجهة الفساد انطلاقا من أعيننا داخل الإذاعة والتلفزيون وفي مواقع أخرى، لتنقلنا الخبر إيمانا بأنه الحق ينتصر. سبب توقفك هو الأخطاء، يعني أخطاء النشرات. ليث، يعني نتمنى أنه من يخطئ في النشرات يقع له ما يقع لي. أنا الحمد لله حتى وإن أخطأت فإنني بشر، ولكن أنا في النشرة التي اتهمت بأنني ارتكبت فيها خطأ لم أرتكب أي خطأ، لكن هما يريدون صنع الخطأ من المستحيل ولم ينجحوا. فشكرا جزيلا لكم. إن شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله أني أكون موفقت في سرد الوقائع، ونتمنى إن شاء الله نلتقي بكم في فيديو آخر مع وقائع جديدة، لأنه في